بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه أحب بكل سادة الوزراء خواتي اخوتي في هذا المجلس الموقر، دعيت هذا الاجتماع حتى اخليكم باخر تطورات الوضع. كما عرفتم فقد تعرض منزل يوم امس الى هجوم جبان، هجوم مباشر هذا العمل الجبان لا يليق بالشجعان. هذا العمل لا يعبر عن العراقيين ولا يعبر عن إرادة العراقيين بكل تأكيد بلدنا يمر بمحنة كبيرة ليس وليدة هذه الحكومة وإنما منذ عام 2003 والعراق يعاني ومر بظروف وتحديات هذه الحكومة لا تتحمل ظروف التي مر بها العراق مع كل هذا تحملنا المسؤولية وبدعم ومشاركة زملائي بمجلس وزراء، وقبلنا التحدي وعملنا على تفكيك الأزمات. كانت عندنا هناك أزمة اقتصادية خانقة. نجحنا بجهودكم وبجهود الطيبين نعبر هذه الأزمة ونوفر الأموال للعراق. بعدما كان على حافة انهيار اقتصادي حقيقي، ومن ثم تحديات وباء كورونا، ومن ثم السياسات الخاطئة للحكومات السابقة. باعتماد المفرط على النفط على حساب تنويع مجالات الاقتصاد العراقي. مع انهيار اسعار النفط ووصول سعر النفط الى صفر دولار نجحنا بعبور هذه الازمه. ونجحنا كذلك بالتهيئه لمطالب الشعب والمرجعيه الرشيده والكتل السياسيه بالتاسيس ودعم انتخابات وفرنا الامن الانتخابي والحمد لله والشكر مشت انتخابات وهناك فائزين وهناك معترضين على النتائج وهذا ليس من اختصاص الحكومه الحكومه عليها توفير الامن الانتخابي وتوفير الامن الاقتصادي توفير المال والدعم اللوجستي للمفوضيه اما نتائج الانتخابات ليس من اختصاص الحكومه مع كل هذا عملنا بكل جد لمنع العراق انزلاق إلى حرب إقليمية. كانت هناك تحديات صعبة مرت على العراق خلال هذه السنة. نجحنا بكل هدوء وبكل صبر وبدعم من كافة الوزراء وزملائي في الحكومة العراقية بالعبور إلى بر الأمان. والحمد لله والشكر. عبرنا منطقة الخطورة. لكن هناك من يحاول أن يعبث بأمن العراق. هناك من يحاول يعبث بمستقبل العراق. هم يريدون دولة عصابات ودولة فلتان أمني، ونحن نبحث عن دولة تبني العراق وتبني مستقبل العراق وأبناء العراق وتحفظ كرامة العراقيين. نحن نحترم الدولة ونؤمن كل شروط نجاح الدولة ونعمل بكل جد لخدمة العراقيين. الحكومة عملت منذ اليوم الأول لمتابعة جرائم أو الاعتداء على المتظاهرين السلميين وتابعت ملفات الاختيارات القذرة التي نالت بعض أبطالنا وشهدائنا من العراقيين ومنذ اللحظة الأولى تابعنا هذه الملفات ونجحنا بالقاء القبض على مجموعات إرهابية إجرامية سفكت الدم العراقي بكل برود. والآن بعض من حال إلى المحاكم ونال جزاءه العادل والحمد لله والشكر سوف نستمر بمتابعة كل الملفات لن نتوقف في ملفات الفساد سوف نستمر وبكل قوة وكذلك سوف نستمر والبحث عن الجنات عن الجريمة النكراء التي قاموا بها يوم أمس باستهداف منزل رئيس وزراء سوف نبحث عن جنات ونعرفهم جيدا نعرفهم جيدا نعرفهم جيدا وسوف نصل لكم بكل تأكيد كما سوف نصل إلى قتلة الشهيد نبراس ضابط المخابرات الذي اختالوه بدم بارد سوف نصل بالنهاية ولن نسكت عن ضيم سوف نستمر بالعمل بكل قوة هذه الحكومة دورها التأسيس لوضع جديد في العراق ونجحت ببناء علاقات دوليه لصالح العراق وابناء العراق نجحت في تقديم تصور لبناء اقتصاد عراقي جديد فتحنا تحقيق بالاحداث التي حصلت الجمعه الماضيه وسوف يكون التحقيق شفاف وسوف نعاقب كل الجنات من عمل على هذه الفوضى كان من يكون من اي جهه جهة رسمية أو غير رسمية، وإذا كان هناك من متورط بهذا الجرم سوف نال جزاه العادل، لا نفرق بين متظاهر ومتظاهر، على أساس مذهبي أو عرقي أو قومي، العراقيين كلهم سواسية أمام القانون وأمام العدل، سوف لن نتخلى في البحث عن العدالة، وتعويض عوائل الضحايا. كانوا في حادث الجمعة الماضي أو في الحوادث القديمة. أحب أكرر شكري لكم جزيل الشكر. شفتوا حجم التضامن الكبير اليوم في العالم مع العراق وليس مع مصطفى الكاظمي، مع العراق اللي ستة آلاف سنة. نحن هنا خدم لهذا الشعب. جئنا لكي نخدم ونحفظ كرامة العراقيين ولكن هناك من يحاول أن يعبث بحياة العراقيين ويخطف شبابنا. من التعليم يخطفوا من مدارس تحت عناوين كاذبة نقوله لا سوف لن تنالوا من عراقيين العراقيين أحفاد حضارة وتاريخ عمره ستة آلاف سنة وأن الجريمة والمخدرات وتغليفها بعناوين معينة غير مقبولة سوف نستمر بالعمل من أجل العراق ومستقبل العراق وأتمنى أن هذه الحادثة التي حدثت الصباح على اليوم لا تنال من عزيمتنا في بناء المستقبل وكذلك أقول للجميع أصحاب النفوذ تحت أي عنوان اقتصادي سياسي تحت أي عنوان سوف نستمر بمحاربة الفساد سوف نستمر بمحاربة الفساد وأطلب أن لا يتدخل أحد ويتوسط لمحاربة فاسد سنكون شفافين مع الشعب ومع الناس لنشرح لهم ظروف ما يحدث في العراق. املي كبير، متفائل في المستقبل، هذه المحن مرت على العراقيين، واتمنى من التجارب المؤلمه التي مرينا في الماضي فيها ان حولها عنصر وقصص نجاح، التحديات هي تصنع البشر، وتصنع الحضارات، وتصنع التاريخ. وعليه يجب ان نعبر الى المستقبل. ما حصل الجمعه الماضي بكل تاكيد سوف نستمر بالبحث عن العداله، وإذا كان هناك خطأ أو تقصير سوف يحاسب المقصرين، كانوا في الدولة أو في المؤسسات الأمنية أو خارجها، كل شخص يحاسب على أساس تقصيره، وسوف نستمر بمتابعة كل من تورط بالدم العراقي، وسوف نحمي المال العراقي، وسوف نستمر بصناعة أمل يليق بأطفالنا، يليق بأحفادنا. ويليق بتاريخ آخر أشكركم جزيل الشكر.